طيب يا شباب، طيب مستني بس شوية فولورز كده يدخلوا. بسم الله، أنا طالب أحمد عبد الرافع حسين بدران، بدرس سنة طب في دولة كرغيزستان جامعة سليم بيكوف. كان من شهرين، من حوالي شهرين، كان جم علينا شوية شباب كرغيز. كانوا أول مشكلة ما بدأت كانوا في شباب مصريين بره، الشباب الكرغيز راح طلبوا منهم سجارة، الشباب المصريين رفضوا عشان ما كانش معاهم، فبدأوا يتهجموا على المصريين. بعد ما تهجموا على المصريين، المصريين حاولوا يهربوا منهم، جم على السكن اللي احنا فيه. طبعا الكرغيز دخلوا كسروا السكن، كسروا البيبان، كان معاهم أسلحة حادة، إزاز. حاولوا يتهجموا عليا أنا بإزازة، وقطعوا لي التيشيرت بإزازة، كانوا حاولوا يتهجموا عليا. وبعد ما تهجموا وخلاص كسروا السكن، بدأوا طبعا احنا كلمنا الشرطة، الشرطة اتأخرت لما جت، فبدأوا ينزلوا طبعا دور البنات. احنا عندنا الدور اوبش، عندنا دورين، دور الاول بنات، تالت دور فوق ولاد. فبدأوا طبعا ينزلوا على دور البنات، فهم اول ما بدأوا على الدور ينزلوا على دور البنات ما استحملناش طبعا واشتبكنا معاهم. بعد ما اشتبكنا معاهم في واحد منهم وقع اتعور من الازاز اللي كان ماسكه وجاب دم من كل ناحية. فاحنا الشرطة وصلت، طلبنا له الاسعاف قبل الشرطة ما تيجي كمان. بعد ما الاسعاف جه، الشرطة جت، خلاص الموضوع بسيط. المهم ان كان في واحد بيصور، المهم الفيديو انتشر في بعد ما الفيديو انتشر باربع ايام الشرطه جت اخذتنا من السكن، اخذت حوالي 15 طالب. كان معانا جنسيات تانية زي من بريطانيا، من كندا، انجلترا، ايرلندا. بعد ما رحنا طبعا قالوا لنا تعالوا انتوا شهود، هتروح بس تعملوا بلاغات في الطلاب. بعد ما عملنا البلاغات عملنا اسوأ معامله، قعدونا من الساعه 9 الصبح للساعة 9 بالليل قاعدين في الشارع قدام بس اسم الشرطة، ما نعرفش احنا عاد اللي اخدوا جوازاتنا، ما نعرفش اي حاجة تانية، احنا قاعدين مستنيين. طلعونا، اخدوا اربعة، احنا كنا اخدوا اربعة في الموضوع كله اللي هو احنا. رحنا طبعا حبسونا يومين في القسم، بعد القسم اخدونا عملنا تحليلات وحوارات، دخلونا بعد كده اخدونا اسم مركز سجن كبير، سجن كبير، سجن كبير اوي. ما دخلناش كلنا مع بعض، دخلوا كل واحد مع كرغيز، يعني مع الشباب مش من دولتنا، ما دخلناش مع بعض زنزانة واحدة، دخلوا كل واحد في زنزانة. طبعا أسوأ معاملة، ضرب، شتيمة، إهانات، ما نعرفش. طبعا الكلام وصل السفارة، السفارة بعت لنا ما عملتش أي حاجة. إحنا طلعنا هنا في ناس سورية والمكتب الكيان حاولوا يطلعونا، رحنا المحكمة، أخدنا وقف خروج من البلد 60 يوم. مش خروج من البلد، إقامة جبرية 60 يوم. بعد ال 60 يوم، احنا دلوقتي 60 يوم المفروض يخلصوا بكره. دلوقتي لا في جوازات ولا في اي حاجه اخدناها، والمفروض اصلا اللي قالنا في محكمه ثانيه هتاخدوا فيها جوازاتكم يوم 17/7. بس بعد ما خدناش الجوازات ما فيش اي حاجه، النهارده بكره 17 ما فيش اي حاجه اتبعت لنا، ما فيش جوازات. المهم بعد ما رحنا المحكمه طلعونا وخدنا إقامة جبرية. في بقى اخدوا حوالي، كنتوا كام طالب؟ اتحبسوا؟ في خمسة اتاخدوا تأديب 3 ايام، اتحكم عليهم بتأديب 3 ايام في السجن، اتحكم عليهم تأديب 3 ايام. واحنا في الاربعة اللي هم بيقول لك اللي هم متهمين في المشكلة بتاعت الخناقة، اتحكم علينا بشهرين إقامة جبرية طبعا، بعد يومين حبس في القسم ويومين حبس في السجن. اتحكم علينا ب 60 يوم إقامة جبرية. قعدنا ال 60 يوم المفروض هيخلصوا بكره، المفروض يعني ناخد جوازاتنا بكره او نعرف ميعاد المحكمه امتى. طبعا لحد دلوقتي ولا عارفين ميعاد المحكمه امتى ولا جوازاتنا فين، وعايزين نسافر مش عارفين. وفي ثلاثه كمان ما اتحبسوش دلوقتي. المهم احنا كلمنا السفاره في كازاخستان، يوم ما طلعنا لقينا الكونسول بعت لنا كونسول قعد معانا في السكن، اخذ معانا الصورتين. المشكله اتحلت، يا شباب هتاخدوا جوازاتكم بعد يومين ثلاثه. تمام، قعدنا في هنا واحد اسمه ايه، دكتور احمد امين، معرفش والله انا معرفش هو شغال ايه. قال يا شباب بعد 60 يوم هتاخدوا جوازاتكم. دلوقتي بنكلمه، عمل بلوك يقول لك انا صاحب الجاليه المصريه وانا مش صاحب الجاليه المصريه. نبعت فاكسات للسفاره في كازاخستان، السفاره مفيش رد، مفيش اي حاجه. بعتنا فاكسات لوزاره الخارجيه في مصر، بيقول لنا الموضوع اتحل اصلا. ازاي ما اتحلش واحنا ما خدناش جوازاتنا ولسه عنا اواضي ومش عارفين نسافر ولا عارفين نعمل اي حاجه، والشباب خلاص، الشباب النفسيه خلاص راحت في داهيه. بعد كده ما بقيناش عارفين نعمل ايه.
يعني نبعت لكذا صفحه ما فيش حد راضي يرد علينا ما فيش. طبعا اللي اتحبسوا 3 ايام تاديب المفروض ياخدوا جوازاتهم بعد الثلاث ايام، لحد دلوقتي ما خدوش جوازاتهم اللي هم بيقولوا عليهم شهود. يعني محمد المفروض اللي هو شاهد في القضيه ومصطفى المفروض ان هو اخد 3 ايام تاديب، بعد الثلاث ايام تاديب ما اخدوش اي حاجه، ما يعني لسه اهو قعد شهرين برده معانا ما اخدش جواز ولا اخد اي حاجه. طب انت بتقول عليه شاهد، هو فين جوازه وفين اي حاجه؟ ال 60 يوم الوقف الاجباري اللي احنا واخدينه اقامه بريه ده خلصوا، احنا ما فيش حد، ما مش عارفين نعمل ايه، عايزين بس حد يساعدنا، حد يكلمنا، حد يعرفنا، احنا يعني ما يعني ما لناش اي اهميه هنا. احنا مجرد بس محتاجين ان السفاره تعرف ان لغايه دلوقتي المشكله ما اتحلتش. السفاره دلوقتي محطه في دماغها ان المشكله خلاص اتحلت والشباب كلها تمام. احنا لكن احنا لغايه دلوقتي قاعدين بنبتز، بيطلب مننا فلوس تمام؟ يعني طبعا اسوء معامله انت في بلد غير بلدك، اوكي؟ السفاره قالت ان هي حلت الموضوع والموضوع ما اتحلش اصلا. انت في بلد غير بلدك فبتتعامل باسوء معامله تمام؟ فاحنا مش فاهمين احنا هنا ليه؟ هنمشي امتى؟ ايه اللي هيحصل معانا؟ هنتحبس او لا؟ فاحنا ما نعرفش الكلام ده كله وبنحاول نسال، مفيش حد راضي يدينا اي اجابه مفيده. احنا في الاول خالص كنا رايحين نعمل محاضر، فجاه اتقلبت علينا للمذنبين والشهود، ولحد دلوقتي ما فيش اي حاجه جدت. احنا بس طالبين مساعده وطالبين نعرف اللي هيحصل معانا. يعني كان وزاره الخارجيه، طب احنا حتى عايزين نسافر من البلد دي، مش عايزين نجيها تاني، ما مش عارفين نسافر. هو طبعا مفيش حد من البلد هنا هيساعدك، مفيش حد من البلد هنا هيساعدك. لو كانوا هيساعدوك من الاول او فيهم امل ان هم يساعدوك، ما كانوش حبسوا الاربع شباب دول، ما كانوش حبسوا الخمسه التانيين، ما كانوش قعدوا ثلاثه اصلا ما لهمش اي علاقه بالحوار، ما لهمش اي علاقه. في ناس اصلا ما ظهرتش، في ناس ما ظهرتش في الفيديو جوازاتهم متاخده لحد دلوقتي، ما يعرفوش هي متاخده ما كانوش موجودين. والناس متخرجين كمان، يعني المفروض ياخدوا جوازاتهم عشان ورقهم يخلص وينزلوا مصر. بقى لنا شهرين قاعدين في السكن ما بنتحركش، مش عارفين نتحرك، ممنوع محطوط علينا اقامه جبريه، كل يوم مراقبه حكومه، مراقبه جيش يجي يعمل علينا، ما مش عارفين احنا ايه اللي هنعمل ايه. طبعا غير المعامله اللي اتعاملناها واسوء معامله. طب فين السفاره؟ فين السفاره بتاعه كازاخستان؟ هي اصلا المفروض تبقى مسؤوله هنا برضو، مفيش. اخذوا جم، اخذوا معانا الصورتين، انتوا يا شباب المشكله اتحلت، يلا الكونسلتار. ما كانوش يعرفوا ان احنا طالعين اصلا، المشكله اتحلت، وما كانوش يعرفوا اصلا. السفير كان قاعد في السكن اتفاجئ ان احنا طلعنا اصلا، ما بقناش عارفين نعمل ايه. شويه قالوا عليه السفير، وشويه بقى الكونسل، وشويه بقى سكرتير الكونسل. ما انا بنتكلم، حتى بنتكلم سياده السفيره كان اسمها سهى جندي تقريبا، بنتكلم قالوا تقريبا اتشالت من اسبوع، غير الكونسل اللي كان هنا ما اعرفش اتشال برضو. يعني احنا نتكلم مين طيب؟ نعمل ايه؟ مش عارفين. احنا بس بنحاول بس نطلع اللي جوانا عشان نعرف هنعمل ايه. كل واحد وراه مشاغله، كل واحد وراه حياته، محدش عارف يعمل ايه. يعني في مننا ناس خلاص ناقصها سمستر واحد تبقى خريجه خلاص، بسبب الحروب اللي حصلت في اوكرانيا، بسبب كله جه على هنا خلاص، هي الدوله الوحيده المفتوحه دلوقتي. طلاب هتعمل ايه يعني؟ حضرتك اللي ودانا هناك ان احنا مش عارفين ناخد حياتنا في بلدنا، ده اللي ودانا هناك. انا طالب ثانويه عامه 94%، ما عرفتش ادخل جامعه في مصر دفعه 2020. ما خلاص يا صابولي اللي وداك هناك، اقول له ايه؟ طالب رايح ادرس، رايح ادرس وما عرفتش ادخل في مصر، مجموع 94% ثانويه عامه، ما عرفتش ادخل جامعه خاصه في مصر، ما عرفتش ادخل كليه التمريض في مصر ب 94%، مجهودي 94% ما عرفتش ادخل بيه جامعه في مصر. ده غير الدكتور امين اللي اتكلم وقال ان انا من الجاليه المصريه ومش الجاليه المصريه. غير بقى طلع لنا واحد اسمه الدكتور احمد امين قال انا رئيس الجاليه المصريه هنا، بعد شهرين طلع على القاهره والناس بعد شهرين قال لنا ان احنا اللي غلطانين، والكرايز ما بيمديش ايديهم غير ما احنا نمد ايدينا اصلا، والكرايز هم اللي متهجمين علينا في السكن. بعد شهرين خلصوا خلاص، يعني احنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل معانا. هنفضل طول عمرنا في البلد دي طيب؟ هنفضل طول عمرنا محبوسين في نفس السكن في نفس الاوض؟ مش عارفين نتحرك، احنا مش عارفين نتحرك. ده غير ان احنا كلمنا برضو من شويه الدكتور اللي اسمه احمد امين ده، عمل لنا بلوكات كلنا وشتمنا وقال انتوا مش هنعمل لكم حاجه وما فيش اي حل، احنا مش لاقيين اي حل. احنا عايزين بس نتواصل مع السفير بتاع كازاخستان، ما اعرفش ايا كان هو مين اللي اتعين جديد،
مين اللي ما تعينش. احنا عايزين نتواصل مع الخارجيه المصريه، بنناشد اي حد في مصر ان هو يساعدنا نحل المشكله دي، عشان احنا في دوله كرغيزستان احنا اصلا اول مره نسمع عنها اصلا قبل ما نجيها، واحنا عارفين بس هي الدوله الوحيده المفتوحه، هي الدوله الوحيده، احلامنا ضاعت فلازم نطلع ندور بره. ما مش عارفين بقى نعمل ايه، مش عارفين. جم تهجموا علينا لما دفعنا عن نفسنا، طلعونا غلطانين، انتوا غلطانين، كان المفروض تسيبوهم يضربوكم وتطلع الشرطه. انا سيبوه يضربوا وسيبوه يتهجم على اختي اللي على تحت المصريه زي ايا كان، مصريه صينيه ايا كان، جم يتهجموا عليها تحت. انا سيبك تدخل تضربها على الحكومه، انا اتصلت على الشرطه، الشرطه اتاخرت لما جت، انا لازم اتصرف، ده دفاع. انت جاي لحد بيتي تهجم عليا، دفاع عن النفس. يقول لك قانونهم هنا لازم تربطه، اربطه وهو ماسك لي ازاز وحديد وعايز يضربني بيه. انا حضراتكم ماشي، احنا بنناشد اي حد في الدوله يعرف يتصرف في حل المشكله دي، عشان احنا بجد تعبنا، لان مفيش حد دايما يساعدنا. خلاص مفيش حد نهائيا هنا يساعدنا، ولا مساهم يعرف تعرف يعني بعد المشكله دي، ولا حتى العرب اللي قاعدين هنا حتى عايزين يساعدونا، بالعكس بيوقفوا لنا في الموضوع عشان يوقفوه. اوكي، كل واحد هنا بالنسبه له مصلحته بس، فاحنا محتاجين حد يساعدنا، محتاجين حد يوقف لنا. مصطفى في واحد عايزك تطلع في الفيديو، تعال. مصطفى اللي انت بتتكلم عليه حضرتك ده ما كانش في المشكله اصلا، ولا كان ظاهر في الفيديو، ولا كان ظاهر في اي حاجه. احنا حرفيا كنا عايشين في رعب، الدراسه في البلد كلها اتحولت اونلاين، كل الطلاب المصريين، كل الطلاب العرب، كل الطلاب الاجانب، هند، باكستان، اي سواء كانت الدوله، كلهم سافروا بلادهم، الا احنا اللي بنتاخد جوازاتنا لسه قاعدين. فمش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نتحرك، معناش جوازاتنا، مش عارفين نخرج بره السكن، مش عارفين نتعامل، مش عارفين ندور على شغل عشان نطلع نشتغل حتى ونصرف على نفسنا. مفيش. سبحان الله، بيقول لك المصائب لا تاتي فرادى. في بعض الناس مننا كمان اهليهم محتاجين هناك، وفي ناس اهليهم هتعمل اصلا عمليات، وهم يعني هم الكبار في العيله، يعني هم المسؤولين عن العيله. اوكي، فلازم اللي هم ينزلوا يقفوا مع اهليهم، حتى الكلام ده مش موجود، وحتى مش عاملين اعتبار للكلام ده. انا بس حضراتكم بنناشد اي حد يعني يساعدنا. عمالين نبعت فاكسات لوزاره الخارجيه، اهالينا تعبوا، عمالين نبعت فاكسات لوزاره الخارجيه، فاكسات للسفاره في كازاخستان، نكلم اي حد، مفيش حد راضي يساعد، مفيش حد راضي يعرف. طب عايزين فلوس، مفيش حد بيتكلم. احنا حضرتك من محافظات مختلفه، من الشرقيه، من بني سويف، الشرقيه، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفيه، المنيا. احنا حضرتك 12 طالب في الموضوع ده، 12 طالب منهم اربعه متهمين، واربعه وكام، وثمانيه، وثمانيه المفروض اللي هم شهود. المفروض اصلا كلنا اصلا كنا رايحين شهود على الموضوع، نقدم بلاغات، حصل 1 2 3 4، يلا سلام عليكم، بيتحقق معاه على اساس ان انا متهم. والباقيين السفاره الكنديه اللي طلعتهم، الكنديين البريطانيين، كان في ناس كنديين وبريطانيين معانا، طبعا رنا على السفاره بتاعتهم، جت في ثانيه لثانيه طلعت كل الجوازات الثانيه السفاره الكنديه معانا شباب، واحنا كنا وطلعوا 4 جوازات مصريين تانيين معاهم، كل المصريين اصلا. احنا كان معانا شباب من السفاره الكنديه، كل المصريين، السفاره البريطانيه، والسفاره ايه؟ ايرلندا تقريبا، ايرلنديه. جم السفاره طبعا ما خدتش مع الشباب دول 3 دقايق، جم هاتوا الجوازات، اخذوا الجوازات، توكلوا على الله. فين سفارتنا؟ ما نعرفش. فين القنصل اللي جه اصلا من كازاخستان عشان يحل المشكله دي، مع اننا مش غلطانين. اي قانون دولي احنا مش غلطانين، اي قانون في اي بلد انت بتدافع عن نفسك، واحد جه تهجم عليك في بيتك، واحد شارب وتهجم عليك بازاز قطع لي التيشيرت كان هيوزني في بطني، انا هسيبك تموتني. اللي دخل على اوضه كسروها، تكسير، غير سرقه التليفونات، سرقه الدولارات، غير كانوا بيحاولوا يتهجموا على البنات. المهم بعد الموضوع ده حصل ثوره في البلد، اي واحد اجنبي كان ماشي في الشارع كانوا بيموتوه. لا بيموتوه، كان بيطلع على طول يعني بيفرق الحياه خلاص، بيقدمون عافيه. وفي 2 من اصحابنا كانوا طالعين برضو بيشتروا حاجات، طالعين بيشتروا حاجات، خطفوهم في تاكسي، وضربوهم. يعني خلاص بعد الموضوع ده الدنيا هديت، شباب مصريه طالعه كانوا رايحين يجيبوا حاجات من المجازين السوبر ماركت، شباب اخذوهم في عربيه، خطفوهم، ضربوهم في حته مقطوعه، ضرب مبرح يعني، سابوهم في حته مقطوعه وجم. هل طب احنا فين؟ احنا كمصريين احنا فين؟ فين سفارتنا؟ فين دولتنا؟ فين وزاره الخارجيه بتاعتنا؟ ها؟
انا اخر كلام وصل لي ان وزاره الخارجيه بعت فاكس او رساله لوزاره الخارجيه الكرغيزيه من يوم الله اعلم ولوزاره الخارجيه الكرغيزيه، بس هو اكيد الكلام ده ما حصلش. هو اكيد هو احنا ما نقدرش نروح للسفاره هنا للاسف، لان ما فيش سفاره مصريه هنا. بعدين احنا ما عندناش جوازات ان احنا نقدر نسافر كازاخستان، ان احنا نقدر في البلد اللي احنا فيها ما فيش سفاره مصريه. يعني ده حضراتكم ده القنصل كان واقف يتكلم معايا قال لي خد كلم سياده السفيره اشكرها، مع ان سياده السفيره ما عملتش اي ثلاثه لازمه. ويا شباب موضوعكم محلول وخلاص الكل مبسوط. ده احمد امين اللي عملنا طبعا كلنا بلوكات، نقول احمد حلمي اللي هو اصلا المفروض مسؤول عننا هنا، عملنا كلنا بلوكات. السفير ده القنصل، وده القنصل قال يلا يا شباب الموضوع محلول والدنيا حلوه والدنيا جميله ومفيش اي حاجه ويلا تصوروا خدوا الصورتين والدنيا بعدها ما شفناهمش. خلاص انا النهارده كلمت النواب، احنا خلاص جبنا اخرنا وتعبنا واهلنا تعبوا ما بقيناش مستحملين. احنا محتاجين بس ان صوتنا يوصل لاي حد في مصر عشان يقدروا يوصلوا لاي حل. يا ريت يقدروا يوصلوا حتى للسفاره هنا، يبعتوا لنا حد. يا ريت الفيديو ده يتشير او اللايف ده يتشير لاي حد خليه يشوف اللي احنا فيه. يا شباب حد عايز يقول حاجه تانية؟ اللي عايز يقول، اللي عايز يطلب اي حاجه عشان صوتنا كلنا يوصل مره واحده. عايزين الموضوع يتحل. هو بس اللي احنا كل اللي محتاجينه ان حد يفهمنا، احنا لغايه دلوقتي مش فاهمين. احنا اقامتنا الجبريه خلصت، المفروض خلاص يعني المفروض بكره اخر يوم ناخد جوازاتنا بكره المفروض. لا بس احنا شباب احنا خارجين عشان نتعلم، مش خارجين عشان نعمل مشاكل، مش خارجين عشان نعمل اي حاجه. كلم يا مصطفى. في الاخر قالوا علينا ان احنا الغلطانين عشان الناس اتهجمت علينا. طب اظن احنا كده رسالتنا وصلت، وبنكرر تاني بس احنا بنناشد اي حد يساعدنا. الموضوع بسيط، الموضوع اصلا دولة كرغيزستان دي معظم الشعب بتاعها بيدرس في الازهر عندنا في مصر، فالدولة بالنسبه لنا المفروض ان هي معروفه اصلا، ودوله 90% منها مسلمين، 90% منها مسلمين، بس احنا هنا اتعاملنا اسوء معامله. حصل علينا ثوره كانوا عايزين خلاص خلونا نفرق الدنيا والحياه، طلعوا تهجموا على السكن تاني، عملوا ثوره تاني وطلعوا تهجموا على السكن تاني، كسروا الدنيا تاني. احنا كنا قاعدين في امان الله يعني، الناس اللي هم مالهمش اصلا علاقه بالموضوع يعني. هم لدرجه ان هم واقفين مع بعضهم، بنحاول نوصل لكم لدرجه ايه، هم واقفين مع بعضهم، واحد ما يعرفش اي حد تمام جاي مستعد ان هو يدخل السجن بسبب الشخص اللي هو ما يعرفوش. احنا مش بنناشد حضراتكم بس تحلوا لنا الموضوع ده عشان احنا بجد تعبنا وخلاص، بقى لنا شهرين محبوسين في نفس السكن في نفس الاوض في نفس الغرف، ما بقاش في حياه. شكرا لاستماعكم. شكرا لنشد اي حد يساعد، بس احنا عايزين بس اي حد يساعد اي حد بس من وزاره الخارجيه يرد على الفاكسات اللي بتتبعت لهم او السفاره في كازاخستان، السفاره المصريه في كازاخستان. شكرا لحضراتكم.